أهلا أيضا مشاهدينا. ما بين تجربة الإصابة بسرطان الثدي والنجاة منه يتغير الكثير في داخل المرأة، فتتبدل نظرتهم للحياة ويصبحوا يمكن أكثر إصرارا على العيش والبقاء، وأيضا في بعض الأحيان المحاربة. سنوات قد تعيشها المرأة المصابة بسرطان الثدي في العلاج، ومراحل كثيرة تمر فيها وبها في التعافي من هذا المرض. اليوم معانا إحدى الأمثلة الحية ذات الإرادة القوية واللي استطاعت أن تتغلب على هذا المرض. اسمحوا لنا نرحب عبر زوم بضيفتنا مجد إبراهيم، صاحبة تجربة الشفاء من مرض سرطان الثدي. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. يا هلا فيك. بداية عارفينا كيف كانت رحلة العلاج الطويلة من التعافي من هذا المرض الذي يصفه البعض بأنه مرض لا يقهر، وما هو الشيء اللي تعلمتيه من هاي التجربة؟ هون أنا كان توكلي على رب العالمين وبحمد رب العالمين سبحانه وتعالى، هو السند الوحيد للإنسان وهو المعين إن ما لنا غيره. فوقت اللي أنا سمعت بمرضي من عام 2007 الحمد لله بدي بسرطان الثدي، فخبرني زوجي. انا يعني تقبلته بس انه قلت له انا ما هرت دمعتي، وقلت له انا ما تهنيت لا باولادي، اولادي كانوا لسه صغار وما رحت عمره وحج. فقال لي والله بدي اخذك عمره وحج وان الله شافاك وهذا. والحمد لله اخذت العلاج الكيمو واخذت الاشعه واستمرت بالادويه الحمد لله رب العالمين، واخذت الهرموني الحمد لله بحمد الله بشكره، وكانت أسرتي كلها هيك متعاونة معي وبس بدهم يعني يراضوني، والحمد لله الله يرضى عليهم أولادي وزوجي وأهلي وهذا. فرجع عودني ب 2017 بعد 10 سنوات بالعظام، وكانت يعني عادية يعني بالنسبة لي، لأنه هون دولة الإمارات دولة عظمى، دولة سبحان الله يعني مأمن كل شيء. من يعني أنا بشكر الشيوخ والحكام يعني على هالجمعيات اللي يعني اللي أسسوها وسووها، وبشكر الست حوريجة وال يعني والأعضاء اللي عم يشتغلوا بالجمعية اللي هن دلوني على مشفى توام، ورحت على مشفى توام والحمد لله تعالجت فيه وأخذت مرة تانية الأشعة والكيمو. نعم. ورجع انتشر للأمعاء. يعني أنا بحمد الله وبشكره، أنا مالي متأفقة من مرض يطول، أنا بقول يا رب يدخلي لك بس يعني أتم أطيع رب العالمين وأحمده وأشكره وأتم أتعالج وأتم حوالين أولادي وأحبابي وهذا. والحمد لله عم بتعالج وبروح على العين الحمد لله ومشفى توام، بحمد الله بشكره. ومشفى توام يعني من المشافي الرائعة، والدكاترة الموجودة والكادر الطبي والمواد الطبية اللي عم ناخدها والعلاج يعني من أروع ما يكون من جميع البلاد. ما في بلد هيك بتعالج بهالعلاج وتعطيك النفسية المريحة وكل واحد ضحكته وابتسامته يعني بيحسسوك انه انا بحسسوني انا مالي مريضة يعني. نعم. بحمد الله وبشكره الحمد لله. استاذة مجد، يعني هل كان من السهل تقبل فكرة المرض بهذا المرض، وخاصة انه في بعض الاحيان خطير، وما اهمية تقبل فكرة المرض في مراحل العلاج؟ هو صح، هذا المرض يعني اسمه بقولوا لك خبيث، اسمه بقولوا لك هداك المرض، اسمه بقولوا لك العضال، بقولوا لك السرطان، يعني اسمه ثقيل. بس على اللي يتقبله هو ايماننا برب العالمين، ده يكون قبل الشيء لرب العالمين. هو بتسلي اول شيء ابتلاء الانبياء فالرسل فالعلماء فالادب الادب، ونحن معناتها من جماعه الانبياء والرسل. انا هذا يعني ايماني برب العالمين وتقبلي لهالمرض هو انه ابتلاء رب العالمين، انه ربنا بحبني بدي ومناجاتي بدي يعني اطيعه يعني بس هيك اطلب من رب العالمين، انه انا وبطلب رب العالمين انه يخليني حوالين عيلتي واولادي واحبابي. هذا نعم. يعني انا تقبلي المرض ما 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 في يعني كل شيء، الحياه كلها تقبل وكلها عطاء وكلها اخذ وكلها هذا يعني وكله حق. يعني المرض هذا ابتلاء من رب العالمين، مو انه انا والله او حدا او شماتي او هذا، لا
هذا كلام من رب العالمين، هذا قضاء وقدر، سعره بسعر الموت وبسعره بسعر الحياة وبسعره سعر العمل، وهذا يعني أنا عم بتقبله وباخذ علاج وكأني ما فيني شيء. أكيد فعلاً صحيح، وطبعاً قوة الإرادة والإيمان هي اللي تخليش تتجاوزين هذه المراحل. لكن نبى نعرف شوية ماذا فعلتي بعد ما شخصوك بهذا المرض، يعني كنتي في المستشفى وقالوا لك مجد يعني لديك هذا المرض، كيف كانت ردة فعلك، شو كان شعورك؟ رأس الأول قال لي الدكتور منتشر للعظم صورة البيت سكان، قال لي وأسبوع جينا بالكيمو، قلت له إيش حالي، وصرت أروح على العين تأخذني بنتي الله يرضى عليها، وبالطريق بشوف هالشجر بشوف هالجميل بشوف هال، يعني طريق العين كثير كويس، المشفى بيستقبلوني كويس، العلاج كويس، الكيمو مو ثقيل يعني مثلا مثل هلا صحيح. يعني عم يحرق لي جسمي كذا هذا، لا 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 يعني انا مو مرتاحه انه انا هون عم بتعالج باخذ الله بشره، فعم بتقبل كل شيء بصوره كويسه انه اكون ملتمة حوالين اولادي صحيح. يعني وايماني برب العالمين صحيح. وبطلب من رب العالمين انه يطول في عمري واروح عمره وحج. نعم أستاذة مجد، كل شيء في حياتنا لحكمة معينة من الله، وأكيد أنت قبل المرض مختلفة جدا عن ما بعد مرض سرطان الثدي، شو تغير فيك مجد؟ والله أنا يعني ما حسيت أنه تغير فيني شيء، يعني أنه يعني كنت بشيء وصرت بشيء، مثلا كنت أقوم وأشتغل في بيتي وأعمل وهذا، هلا لا التهيت في علاجي وفي انه نظرتش، اقصد استاذه مجد نظرتش للحياه ما تغيرت، يعني صرتي تحسين في قيمه اللحظه اكثر وقيمه الصحه والعافيه اكثر من قبل؟ هو صح، يعني مثلا انا كنت اقوم واقعد و يعني اروح واجي وكذا وهذا، هلا في مين قد ياخذني ويجيبني ويعينني وكذا، يعني فرقت علي هي الصحه بس صحيح. طالما روحي الجوانية إنه أنا ما همني المرض، فما عم بحس في فرق صحيح يعني أنا صحيح. بداخلي ما لي حس إنه في فرق، بس هو بالصحة بالحقيقة صحيح. وفي فرق كتير كبير، إنه أنا كنت أقوم كنت أروح كنت أجي كنت أدي طلباتي لحالي بالبيت برات البيت، بس هون صرت بده مين يعيني صحيح. أكيد شكراً لك رب العالمين بالشفاء لأرجع لصحتي، وهو مو شفاء نهائي تعتمد تحت العلاج تم هذا، بس فعلاً. يعني إنه أقوم ترجع لصحتي مثل قبل صحيح. أكيد كنتي ويانا عبر تطبيق زوم الأستاذة مجد إبراهيم، إحدى أكيد الشافيات من سرطان الثدي، يعطيك ألف عافية وكل الأكيد الصحة والعافية لك ولعائلتك ولكل أكيد نساء وأيضا العالم بأجمع. آمين يا رب، شكراً كثير، يعطيك العافية.